شكرا يا جماعة. مش هتمشي ولا ايه؟ لا امشي ايه، انا هطبق هنا. عايز اتفرج بقى على برامج الصباح بيعملوا ايه؟ الفضول هيموتني. اتكلوا انتوا على الله، تصبحوا على خير. رأيكم بقى نقوم نتنشط شوية ونروح نشوف كوتو لينا محضرة لنا ايه النهاردة من تمارين رياضية على الصبح ونرجع تاني. Ladies and gentlemen, good morning from our lovely كشك جوهرة الزمالك in شرم الشيخ. بتفرج على البرامج الصباحية؟ بتفرج على البرامج الصباحية. لو انت عملت برنامج صباحي تسميه ايه؟ صباح الخير يا مصر. لا مبتكر، في اسم مبتكر برضه. انا ابلغك بحاجة، يمكن انت بتشوفش البرامج الصباحية، بيقولوا لازم نلعب رياضة الصبح. يعني انت بتلعب رياضة الصبح؟ اوقات لما اكون فاضي. النهارده لعب؟ لا بصراحه. يبقى نلعب مع بعض. نلعب يلا. واحد اثنين. عملت رياضه النهارده؟ طب فين؟ مش باين عليك. في الجيم. بجد؟ ايوه. طب ما تلعبش رياضه معايا ليه؟ حاضر اهو. انا مش شايفاكم بتسخنوا. نعم. طب يلا بينا. هنروح فين كده؟ هنعمل كده. واحد اثنين. واحد هوب. واحد اثنين هوب هوب هوب. قول هوب لحد فين. هوب 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 لحد فين. الجري في المكان ده. صباح الخير. صباح النور يا باشا. يلا يلا نجري. الجري في المكان. الجري في المكان. والضرب في المليان. وفي ضرب. مور سبيتر. مور سبيتر. يس اكزاكتلي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا بقى نروح لخالك جري. يلا يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 كده هنوصل بعد 7 سنين ان شاء الله. فاكر تمارين الصباح بتاعت المدرسة؟ شوية. كان في واحد تاني بس اللي هو كده يعني. وري. هنتشقلب امتى؟ مفيش رياضة؟ رياضة بعملها بالليل. بس برامج الصباح ما بتقولش كده. امال بتقول ايه بقى؟ ان احنا نبدأ يومنا بالرياضة. فين الرياضة؟ خلاص اهو. كويس. هنجري كده. نجري كده. وهتسيب شنطتك عادي؟ الرياضة أهم حاجة. كله يجري. كله يجري. يلا بينا. يلا بينا. شنطة تتسرق. شنطة تتسرق. نجري بقى لحد الآخر. يلا بينا. يلا بينا. واحد يلا بينا. إيه ده، في إيه؟ إيه إيه الرياضة؟ مين اللي علمك إن الرياضة كده؟ واحد اثنين. ثلاثة أربعة. واحد اثنين. ثلاثة أربعة. واحد اثنين. صباح الخير. صباح النور. يلا بقى رياضة ولا ايه؟ يلا. واحد اثنين. واحد اثنين. واحد اثنين. واحد اثنين. واحد اثنين. واحد اثنين. 1 2 1 2. يلا رياضة 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 يا جماعة. هوب هوب هوب. واحد اثنين. واحد اثنين. واحد اثنين. من قال العبارة التالية؟ صبح صبح يعمل حاجة. ده ممثل. أيوة. أيوة. اللي هو ممثل قديم باين أو حاجة. أبيض وأسود. فيلم أبيض وأسود. صح. فيلم أبيض وأسود. صح. أعلمك اليوجا. علميني اليوجا. إيدك راحة فين؟ بتدعي. أنت مش هنجري؟ هنجري. يلا بينا. هوبا يلا بينا. خلصنا احنا. خلاص ممكن تروح. خلصنا. خلصنا. طب ماشي. اشوف نفسي في التلفزيون. ايوه ماشي ماشي. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. هنتعرف على حالة الطقس دلوقتي مع مراسلتنا ظواهر من قلب القاهرة. اليكي ظواهر.
إليك شكرا أستاذة إنجي. الجو إيه؟ يعني موضوع مش واضح خالص، ولكن أنا شخصيا عملت تجربة النهاردة، لبست بلوفر، نزلت لقيت الدنيا ساقعة، لبست جاكيت كان لسه ساقعة، رحت لابسة بقى الفرو، إلى حد ما الجو زبط. نحب نطمن المواطنين إن الشتاء وصل، ولكن يحذروا لأنه هيبقى ساقعة. شكرا وإليك مرة أخرى. إذن خبر مفاجئ، الكل يحذر ويستعد، الجو هيسقع في الشتاء. إلى حالة المرور مع مراسلتنا سلكة. إليك سلكة، إيه الأخبار عندك؟ شكرا إنجي. طبعا حالة المرور متيسرة، في سيولة في الحركة المرورية، في ازدحام طبعا في قلب القاهرة، ولكنه ازدحام حب مش ازدحام سيارات، كلها ازدحام حب. شكرا سلكة. ما تغششوني كده، بيخشوا على الفقرة اللي بعدها ازاي؟ تعالوا نشوف أخبار الدنيا إيه وجولتنا فيها إيه النهاردة. ومع أول خبر، بابا نويل يسبح في حوض أسماك لإسعاد الأطفال احتفالاً بأعياد الميلاد. سيبك من الأشكال التقليدية، بدل شبابية لإطلالة 2019 اختار منها. مفاجأة هاني البحيري لنجوم المجتمع في الديفيلي العاشر له. طبعا احنا ما شفناش ايه المفاجأة للأسف، لأننا مش من نجوم الديفيلي، ولكن مش مشكلة. هتلبسي ايه بكرة؟ طرق مختلفة لارتداء الجينز في الشتاء. اعرف نوع الأفلام المفضلة لكل برج، العذراء والثور مدمنين دراما. وأخيرا الثور هيأنتخ والدلو هيكتئب. اعرف كل برج هيقضي الشتاء ازاي. وبكده نكون خلصنا حلقتنا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وبكرة نلتقي في يوم جديد من صباح الاشتغال. لأي كسمان.